يا ترى من أي شيء خلقت قلوب إسرائيل هذه؟ هل هي من ثلج أم هي من صخور؟ نعم، إنها الصخور نفسها. طفل لم يبلغ العاشرة بعد، لكنه سيد. يا سيدي، يا من تعجلت الطفولة فيك أحلام الرجولة، اليوم أحني الرأس منكسرا إليك، خجلا يذوب الوجه مني حين أبصر ناظريك. ما زلت طفلا يافعا وما بلغت الحلم بعد، لكن رب العرش ألقى سره في ساعديك، ومضيت بركانا من السجيل تمطرهم، لكنهم غدروك يا ولدي وقد عادوا إليك، نزعوك من حضن الأمومة غافلا، وما عرفوا أن اللجة الحمراء عشق أسهد جفنيك، ولسوف تدعمهم ضلوعك ما دام عرق نابض في خاك فكريك. نعم، ولسوف تدعمهم ضلوعك ما دام عرق نابض في خاك فكريك.